وينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف المحلل السياسي عبد الرحمن طريري. سيد عبد الرحمن، أجهزة الأمن الإلكترونية البحرينية تمكنت من التعرف على أصحاب مواقع الحسابات المحرضة على العنف في البحرين، طبعا وكان مصدرها قطر. الدوحة إذن كانت الرأس المدبر والمخطط والمحرض لأحداث البحرين المؤسفة في عام 2011. كذلك هناك أدلة تبين تمويل قطر وتدريبها للعديد من المخربين والإرهابيين. ما هو تعليقك حول ذلك؟ أنا أعتقد أنه قطر كان لها دور كبير في الدمار الذي لحق في أغلب دول الربيع العربي. هي استفادت أولا من الشعارات التي كانت موجودة وأثرت في الناس فيها شعبيا بطريقة غير منطقية. الجميع يبحث عن الحرية وعن العدالة، ولكن كانت هي موجهة الحقيقة لخدمة الأجندة القطرية التي أثبتت اليوم أنها لا تتجاوز كونها جزء من الأجندة الإيرانية. أنا أعتقد أنه قطر عملت من قبل الربيع العربي في مراكز تدريب عناصر على إثارة القلاقل وعلى صناعة القنابل المخفضة الجودة وعلى الشعاراتية التي جلبت الناس إلى الشوارع، وكان هناك تمويل كبير يعني في عدة دول. أيضا كان هناك إعطاء الجوازات القطرية لتسهيل المرور. قطر منحت العديد من الحوثيين جوازات قطرية. قطر كانت هي مكان لقاء الإرهابيين الذين يقومون بعمليات إرهابية سواء في البحرين أو في المنطقة الشرقية في السعودية بالحرس الثوري، وبالتالي من باب أن لا يكشف هذه اللقاءات كانت تتم كلها في الدوحة. النهج للأسف الذي كان موجود عند الحمدين هو تدمير الدول العربية كانت ترى. طيب السيد عبد الرحمن، يعني من الواضح أن هناك تآمر قطري إيراني يعني لإشعال الفتنة ومشاكل داخل البحرين وداخل منطقة الخليج العربي. هل دول الخليج العربي بعيدة عن شرور محور الشيطان المتمثل في الدوحة وطهران؟ هي ليست بعيدة، ولكنها بتعاضدها الذي في أحد أمثلته هو تضامن الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، هي تصدت وما زالت تتصدى لهذا التوسع المضر في المنطقة التي تقوم في إيران، وأحد أدواتها في المنطقة هي قطر. ما قامت به قوات درع الجزيرة في 2011 وما قام به التحالف العربي في 2015 هي إحدى الدلائل على التحرك العسكري، وهناك طبعا تحرك دبلوماسي وسياسي وسعي حثيث إلى تجفيف منابع الإرهاب التي تمويله الرئيسي يأتي من قطر. نعم، المحلل السياسي عبد الرحمن طريري كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.